انسان عادي عايز اعيش في حريه، في بساطه جدا، طالبه ان انا اعيش مواطنه زي ما بلدي اعترفت بيا، طالبه ان انا اعيش انسانه ليا عمل وليا دخل اعيش بيه بدل المساعدات ومد ايدي للناس. انا دورت على حقي بعد سن طويل كبير، بس انا في كنت في بشوف حياتي الاول، بثبت هويتي، بثبت نفسي. يعني الحمد لله خلصت عملياتي كلها وخلصت موافقاتي وعملت بطاقتي، فبدأت أدور على حياتي العملية والمهنية. ليا مشكلة مع التربية والتعليم، كل الناس وقفت جنبي وبتساندني صحفيا وإعلاميا، والقيادات اللي موجودة في دمياط والقيادات اللي موجودة هنا في البحيرة، بعض اتصالات حصلت بين القيادات وبعضها. الوزير من يومين قرر إن أنا ماليش الحق في العودة ولا ليا الحق في المستحقات. تمام، القانون يحترم والوزير يحترم وله قرار ويضرب له تعظيم سلام، بس في حاجة، منين أعيش؟ منين يكون لي دخل؟ أستمر لحد ما أموت على المساعدات الخيرية؟ مفيش إنسانية في النقطة دي. أنا كل اللي بطلبه وما زلت بطلبه وبكرر إن أنا بطلبه تاني، إن أي قيادة سمعاني وأي قيادة اتعاملت بيها معاها، قصدي أنا آسفة، أي قيادة اتعاملت معاها سرعة يعني مش سرعة إنقاذ، يكرموا عليا ويبقى في إنجاز لحلول، وضع حلول مناسبة لحياتي. مش هروح النهاردة ونقدم طلب بكرة، بفضل ربنا، بفضل ربنا في قيادات متواصلة معايا حاليا وبنحل. بس أنا مش عايز الوقت يطول، أنا عايز أعيش. أنا طالبة من أي حد يسمعني أعيش. القيادات لها الشكر، كل الناس لها الشكر اللي بتدعمني، كل الناس اللي بتدعمني، والناس اللي مش مدعماني تحياتي لكم برضه. ولكن انا انسانه مصريه، بلدي معترفه بيا، انا عايز اعيش فقط لا في ابسط الحدود.